قبل أن أجيبك على السؤال، ففهد الله يجزاه بالخير هيضنا شوي، وأنا ودي أقول كلمة. الوالدة تتابعني الآن، وهي أنا أدري أنها زعلانة علي لأني غبت كثير عليها بالصيف هذا، ويا ليت يا مخرجنا بعد تسوي لي زوم عشان بقول لها بس بيتين. يعني كانك تبغى تهمس، كانك تبغى تهمس في اذن الوالدة. انا ابغى اهمس في اذنها فعلا، وانا ادري فعلا انها زعلانه. سامحيني وانا اي والله زعلانه يا ابو عبد العزيز، وادري انا انها زعلانه. واخر ما كلمتها قبل وانا جايكم في الاستديو، يمه صغيرك طال شبره ولا زال، يمه صغيرك طال شبره ولا زال، يحتاج منك مسح خدنا ولمه. يمه صغيرك ناظري شاربه طال، وللحين لا منه فزع قال يمه. السلام. فجعلني فدوة عين شم سعيد، لا تزعلين مني. يعطيك العافية. الله يطول عمرك.